للعام الثالث على التوالي قفزت السفيرة الهولندية بالسودان كارين بوفين في نهر النيل وعبرته سباحة ضمن فعاليات مهرجان عبور النيل الذي يقام سنويا في الخرطوم بمشاركة أكثر من 17 دولة. كارين عبرت النهر بمشاركة سباحات هولنديات وسودانيات وعدد من الجنسيات الأخرى في إطار مبادرة هدفها زيادة الوعي بمخاطر الغرق. هذه الفعالية بدأ تنظيمها منذ سنة وبدأت صغيرة جدا باشتراك 8 أشخاص فقط، واليوم أنا فخورة بأن العدد وصل إلى نحو 100 سباح من 16 دولة مختلفة، وبدأت من خلال كشافة البحرية السودانيين. في العام الماضي اقتصر الاشتراك فيها على السودانيين والهولنديين، لكن اليوم ازداد العدد وازدادت جنسيات المشاركين، لذا أنا سعيدة. مهرجان عبور النيل فكرة نبعت من الكشافة البحرية السودانية قبل 3 سنوات، وتبنتها السفارة الهولندية بهدف تمكين المرأة السودانية وتشجيع الفتيات على السباحة أسوة بالفتيان. أول مرة لي أني أنا أشارك في عبور النيل، وحاجة حلوة جدا أنه زول يعني عشان يعرف ينبه الناس برضو مخاطر الغرق، أنه ممكن للبنات برضو أنهم يعملوا أي حاجة زي الأولاد بالضبط. نتعاون اليوم مع كشافة البحرية من خلال هذه الفعالية، وعندما طلبوا منا الاشتراك للتوعية بأهمية المياه النظيفة وافقنا، وهو شرف لنا تمثيل دولتنا والكشافة. من قبل قيادات المبادرة أخذت بعدها العالمي، وقفز عدد السباحات فيها من 20 العام الماضي إلى 50 سباحة هذا الموسم. كانوا مبارح في توعية في بعض البيتش في بيتش بوري وبيتش المنشية لمكافحة الغرق وكيفية تعليم السباحة، يمكن دي قامت بها الكشافة البحرية. عبور النيل سباحة شكل خطوة مهمة من شأنها المساهمة في مكافحة حوادث الغرق التي بدت في ازدياد خلال الفترة السابقة. يأمل القائمون على أمر هذا المهرجان أن يكون هذا اليوم فضلاً عن رمزيته السياحية يوماً للتنبيه بمخاطر الغرق، وأن يكون نهر النيل أكثر أمناً لسكانه. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.